قل امرأة نوت وأحرمت العمرة ثم بعد ذلك اضطرت إلى العودة إلى البيت لمرض أصاب والدها نعم ولدها. امرأة امرأة نوت العمرة وأحرمت للعمرة واضطرت بعد ذلك للعودة إلى البيت لمرض أصاب ولدها، ماذا يجب عليها؟ تبقى في إحرامها محرمة، إذا تمكنت من أداء العمرة طواف وسعي وتقصير تأديها، ولا تبقى في إحرامها لما يزول عنها المانع وتأدي العمرة، لأنها أحرمت به، أحرمت بها فوجبت عليها بعد الإحرام بالنسك، يجب المضي فيه، وأتم الحج والعمرة لله. نعم.